كويس جدا. تعالي نروح لاسئله المشاهدين بقى. يلا. في اسئله طبعا بتتبعت كتيره. سندس شلبي بتقول: هل في تحاليل دوريه بيحتاج الشخص يعملها من وقت للتاني عشان يعرف ايه الفيتامينات اللي جسمه محتاجها؟ في تحاليل طبعا دوريه للفيتامينز بس ما حدش بيعملها. لا السي بي سي والحاجات دي، السي بي سي ملوش علاقه بالفيتامين. صوره دم، صوره دم بالظبط. التحليل المهم بالنسبه للفيتامينات المهم فعلا فيتامين د، ده مهم جدا، وعشان اعرف النسبه بتاعتي قد ايه، لان احنا معظمنا 90% مننا عندنا نقص فيتامين د. فالدكتور يديكي، بيدي بقى كورس مكثف، وانت عندنا يونتس كتير، عندنا 1000 و5000 و10000 ده بالانجلش اللي هو الاي، الاي صح ولا دي؟ دي دي فيتامين دي. اوكي. وفيتامين دي طبعا مهم لحاجات اللي هو الشمس، اللي هو بيتاخد من الشمس. بس بتكلم على الب مالتي فيت. الحلو اللي فيه انه ملوش فيتامين توكسيستي، يعني كل الفيتامينات اللي فيه قابله للذوبان في الماء، فملوش سميه او ملوش الزياده منه بينزل، يعني الدوز او النسبه بتاعته مناسبه جدا، ما فيهاش ممكن يحصل لا قدر الله تسمم من المقدار او حاجه. بس بنصح ان احنا ناخد الجرعه المصرح بيها من هيئه سلامه الغذاء، هو ما بنكترش عن قرص واحد، قرص واحد في اليوم. طب ايه المشكله مثلا لو اخدت 3 اقراص؟ ما هو ملوش توكسيستي اصلا، عايز نشاط زياده. لا، لان ده بيحمل على الكلى. ناخد بالنا، دي نقطه مهمه. لكن لو اخدنا قرص واحد بس ملوش اي اعراض جانبيه اطلاقا من الب مالتي فيت. وبرجع اقول انه مرخص من هيئه سلامه الغذاء، ومتوافر في سلسله صيدلات كبيره موجوده في كل محافظات مصر. واللي مش عايز يجيبه من الصيدليه بيتكلم فقط عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشه او الارقام اللي ظهر على الشاشه، بيوصل لحد باب البيت. كويس جدا. سلمى توفيق بتقول: كنت عاوزه اعرف هل التشنجات العضليه ليها علاقه بنقص الفيتامينز؟ التشنجات العضلية أحيانا طبعا كتير بيبقى ليها علاقة بنقص حاجتين، المغنيسيوم والكالسيوم. الكالسيوم كمان، لأن الكالسيوم مهم لانقباض العضلات، والمغنيسيوم مهم للانبساط. ودول موجودين في ألب مالتي فيت بالنسب؟ مغنيسيوم موجود از ان اكتف انجريدينت، يعني مش الاكتف، مش بشكل مباشر يعني. أو رودينا بتقول: هل ينفع أخد نوعين من المكملات الغذائية مع بعض؟ وهل كثرة تناول المكملات الغذائية ليها أضرار؟ برجع اقول الحاجه لما بتزيد عن الحد بتتقلب، ونوعين مختلفين. نوعين مختلفين، لو انا في فيتامينز ثانيه مش موجوده في الب مالتي فيت وعندي فيها نقص باخده، ما عنديش مشكله. لو زي فيتامين د لو عندي نقص باخده مع الب مالتي فيت. أوكي. ما فيش مشكله، لكن ما اخدش حاجه فيها نفس المكملات الغذائيه اللي لا، في الب مالتي فيت. لا، افراط من نفس، يعني ما يبقاش التركيز عاليه. تمام. الاوميجا لو عايزه اخد اوميجا، برجع اقول الاوميجا هي اوميجا 3 بقى، أوميجا 3. عايزين ناخده مع الب مالتي فيت، ما عنديش مشكله. اوميجا 3 دي مسؤوله عن ايه؟ عشان في ناس كتير بسمع عنها. اوميجا 3 مهمه قوي، لان هي دهون صحيه. اوميجا 3 موجوده في الاسماك والسلمون، مسؤوله عن ميموري، تحسين وظائف المخ. الاوميجا 3 مسؤوله عن تعديل نسبه الكوليسترول في الدم. أوكي. هو رائع الحقيقه. وتبقى برضو واحده حبايه واحده او كبسوله واحده في اليوم؟ كبسوله واحده في اليوم. سهى عادل: انا مش بشتكي من اي امراض في القلب، لكن من وقت للتاني ضربات قلبي بتكون سريعه، هل ده ليه علاقه بنقص الفيتامينز؟ احيانا ضربات القلب ما دام ما عندهاش زي ما انا قلت مرض عضوي يؤدي الى ده، بيبقى نقص، بيبقى عندها انيميا، نقص حديد. فعلى طول بقول برضو طول الوقت نركز في نسبة الحديد، لأن لو عندي أنيميا هيجي لي ضربات قلب، هيجي لي صعوبة في التنفس، لأنك أنت عندك الهيموجلوبين قليل في فضربات القلب دي عشان القلب يعمل تاكي كارديا ويوصل الأكسجين في كل الخلايا بتاعتي، فبيضطر ان هو يعلي الريت بتاعه. فبيبقى احيانا نقص حديد. طيب الوقت بيجري، بس انا لسه عندي برضو بعض الاسئله. لو انا بتكلم هنا عن بعض الاشخاص اللي هي يعني مش بتلتزم ب، يعني مهمله شويه، فهو ممكن ياخد يوم الب مالتي فيت، ممكن ينسى يومين ثلاثه، هل ده خطر ولا لا؟ وفي نفس الوقت هل التاثير بتاعه هيجيب نتيجه اصلا ولا كده لا لازم يبقى فيه تنظيم ولازم فيه متابعه؟ هو خطر؟ لا مش خطر، مش بس خطر. لا بس هيدي النتيجه المطلوبه مش زي ما احنا عايزين اطلاقا. أوكي. لازم الاستمراريه. هو قرص واحد، وبعدين بقول هو الحلو في الب مالتي فيت انه مجمع طبعا اللي على الشاشه عشان الصوره دي للساده الصيادله اللي عايزين يوفروا الب مالتي فيت داخل الصيدليه بتاعتهم بالكود بتاعنا.
احنا موجودين في الشركه المتحده للصيادله. تمام. خطر؟ لا مش خطر يا نهاوند، لكن هيديني النتيجه اللي انا عايزاها؟ لا طبعا. لان الجسم يوميا محتاج الفيتامينات، فانا اديله فيتامين النهارده واقعد ثلاث ايام ما اديلوش فيتامين وبعد كده ارجع اديله فيتامين، لا طبعا مش هيدي النتيجه المطلوبه. اوكي، لكن مش هياثر على اي لا حاجة. لا 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 لا، يعني ما الاقيش مثلا شعري اتظبط بعد شهر من الب مالتي فيت وبعدين بعد ما وقفت يقع مثلا؟ لا ما يحصلش ده، ما فيش الكلام ده. اهم حاجه الاستمراريه. الفيتامينز الشعر لما بيجي في ماده معينه دي لو موجوده في دواء ما، لو انا بطلت اللي بتتحط انا عارف ده بيبقى زي سبراي بيتحط، لو انا بطلت احطه الشعر ممكن يرجع يقع، فده لازم تمشي عليه على طول. لكن الفيتامينات ما فيهاش الماده الفعاله دي اصلا.